حياه البيئيه من القرابه لقاو كاين تنوع طبيعي. في اطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحه تم تنظيم خرجه سياحيه مع عده قطاعات من بينها محافظه الغابات، وذلك بهدف تعريفنا بانواع الاشجار وانواع الطيور التي تعيش في هذه المنطقه، وهي منطقه تامده التي نعتبرها منطقه سياحيه وسياحيه بامتياز. هذه المنطقة إن شاء الله في المستقبل وبالتنسيق مع محافظة الغابات، بالتنسيق مع مديرية الثقافة، مع عدة قطاعات أخرى، مع البلدية، سيكون لها شأن في هذا النوع من السياحة، وهي السياحة الجبلية، سيكون لها شأن كبير إن شاء الله. هذه المنطقة راهي منطقة يعني رطبة بامتياز، وراه تسعى إدارة الغابات على تصنيفها يعني في المستقبل نوجدوا في الملف تاعها التقني والفني به تكون مصنفة في منظمة رامسار. نحن اليوم متواجدون في منطقة تامدة ببلدية شعيبة، وصراحة لم نكن نتوقع أن نتواجد في منطقة بهذا الجمال وهذه الروعة التي تفتح آفاق مستقبلية للسياحة الداخلية، السياحة غابية، السياحة بجميع أنواعها.